موضوع التروفي بتاع كاس العالم ده يعني قصه كده لطيفه. كان في المصمم لكاس العالم النسخه الجديده بتاعته اللي اتعملت في قطر 2015، كنت انا مدير البطوله ساعتها، والراجل يعني مره سلمت عليه كان في المكتب اللي جنبي، فاتخض قال لي انت ايدك كبيره قوي، انت لعبت هاندبول؟ فقلت له قال لي انا بعمل تصميم للكاس عالم جديد، فمحتاج صور ايدك وانت شايل الكوره ونعمل مولتليا بقى وكده يعني. فدي من هنا جت الموضوع، موضوع كان صدفه بحته، لكن برضو احب اقول ان بعديها انا صممت مع نفس المصمم ده كاس افريقيا النسخه الجديده 2016. يعني انا كاس عالم 2015 وكاس عالم كاس افريقيا 2016 رجال وسيدات، يعني الحمد لله شاركت في تصميمهم والشكل بتاعهم، سواء بقى يعني بشكل فعلي او شكل تصميم. هو سؤال محرج شويه، بس طبعا يعني انت لو جيت اتفرجت علينا واحنا بنتفرج عليه في البيت هتلاقي مورستان، يعني احنا موضوع بره ايه، بره موضوع الفنيات يعني. لازم انا عشان اديله نصيحه، لازم بعد المباراه اتفرج عليه على يعني وانا اعصابي هاديه عشان اديله النصيحه، اقدر اقول له لا انت كده تعمل كذا او تعمل كذا او صح كذا بتاعها او بكلم الناحيه الفنيه يعني. طبعا احنا عندنا ولاد عمه طبعا كلهم، انا مش بتكلم على بيته بقى ووالدته وبتاع، لا خلاص احنا كل دول هندبول، لكن احنا كلنا بقى عاملين فيها يعني مستشارين فنيين لاحمد هشام، يسمع اللي يسمعه ويسمعوش، بس طبعا ايه يعني حاله، يعني احمد بالنسبه لنا حاله، هو احمد بالنسبه لنا زي ما قلت كده مشروع الاسري بتاعنا، مش مشروع بس رياضي، مشروع اسري. مش عايز اقول لك بقى الدعم بقى والكلام اللذيذ ده، لكن طبعا انا بالنسبه لي يعني احمد امتداد لكره اليد في العيله بتاعتنا، احنا ولاد عم كلهم لعبوا هاندبول، لكن هم كلهم يعني ايه كانوا بيلعبوا فور فان، يعني هو الوحيد اللي مركز فيها، وما شاء الله يعني واخد الموهبه، وبس مش موهبه، هو شخصيه كمان ما شاء الله عليه سابق، عقله سابق، وده اللي ساعده في بدايه مشواره في الاحتراف. الاحتراف مش سهل، لان موضوع الاحتراف ده الناس فاكره بقى اي حد يمضي مع نادي كبير ويلعب بقى وكلام كده، خالص الموضوع مش كده خالص، ده فتره بتبقى صعبه جدا، بتاقلم حياتك كلها بطريقه مختلفه، تبعد عن اهلك، هتلاقي نفسك في وسط ناس مش عارف تتكلم معاهم، لعيبه مش صحابك، طريقه عيشه مختلفه، فبيبقى في يعني فتره اضطراب كده. الحمد لله رب العالمين احمد عرف يعديها في 3 4 شهور دول، وان كان عدها بصعوبه جدا، الناس فاكره بقى ان احمد تطور كده، لا خالص، موضوع صعب جدا ومش اي حد يقدر يعمله، وعشان كده لازم يبقى في خطوات محسوبه، وفي نفس الوقت يبقى نادي متقبل وعارف مؤمن بامكانيات اللعيب اللي خده، وانه هيتطور مع الوقت وهيتحسن وهينتقل مرحله تانية. احمد بصفه عامه خطواته ما شاء الله ممتازه، وربنا يحفظه ويقدر يوصل للمكان اللي انا شايفها له، حتى مش انا بس، وناس كتير شايفها له. دي من اسباب احترافه في نادي نيم الفرنسي، ان نادي بيلعب يوروب ليج وفي محمد سند، وفي نفس الوقت وافقوا له على ان هو يكمل تعليمه، فدي المسببات الرئيسيه اللي خليته او خلتنا نزق معاه ان هو يروح في نفس النادي ده. ده اللي يهمنا جدا، اللي هو بيعمل له التاقلم في اول فتره، واعتقد ان هو يعني اول موسم عمل نتائج مرضيه جدا، وان شاء الله رب العالمين الموسم القادم احمد هشام هنلاقيه حاجه تانية خالص في اللي بيسموه الليدل ستار ليج بتاع فرنسا ان شاء الله.